معاناة القطاع الصحي في اليمن لا تنتهي، فها هي منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية توقف دعمها الذي استمر عامين للمركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه، وهو من أكبر الوحدات الصحية المعنية بهذه الوظيفة الحيوية في البلاد. لا يزال القطاع الصحي ينوء بأثقال من الصعوبات التي تأتي من قصور في إمكانياته وموارده وتفاقم في التحديات الناشئة عن انتشار وباء الكوليرا في معظم محافظات البلاد منذ أبريل المنصرم في ظل استمرار الحرب الطاحنة حتى هذه اللحظة. التوقف المفاجئ لمنظمة أطباء بلا حدود عن دعم ما يعرف ببنك الدم في صنعاء خلف فراغا خطيرا كما يصفه مديره الدكتور عدنان الحكيمي لم يملأه بعد أي طرف، رغم أن منظمة الصحة العالمية أبدت نيتها لمساعدة المركز من خلال إرسال مزيد من الإمدادات. المركز يعاني من شحة في الإمكانيات بصورة كاملة بما فيها المحاليل وقربة الدم والمستلزمات الطبية بصورة كاملة. كانت منظمات أطباء بلا حدود الفرنسية هي الداعم الأساسي للمركز منذ سنتين، ولكن تفاجأنا بأن المنظمة توجه رسالة للمركز بتوقيف الدعم عن المركز. وجهنا نداء استغاثة للمنظمات وبرضه كمان منظمة المجتمع المدني ورجال الأعمال وكل من لديه عمل الخير لإنقاذ حياة المرضى والجرحى والمصابين. أطباء بلا حدود التي أجرت اتصالات مع الصحة العالمية بهذا الخصوص لم تصل بعد إلى نتيجة بشأن ما إذا كان بنك الدم سيحظى ببدائل ملحة للدعم تحول دون وقوع الكارثة. المتحدث باسم البنك منير الزبيدي حدد أبعاد هذه الكارثة في حال توقف نشاط البنك نتيجة النقص الحاد في الإمكانيات والإمدادات. إذا توقف المركز الوطني لنقل الدم فسيحل بكارثة على البلد، على مرضى الثلاسيميا ومرضى السرطانات ومرضى تكسرات الدم، إضافة إلى الجرحى ومرضى اللي هم عمليات القلب المفتوح والعمليات المبرمجة الأخرى، إضافة إلى مرضى الفشل الكلوي وغيرهم. سطوة الانقلابيين في صنعاء يبدو أنها لا تتجاوز حدود الاستعراض بالأسلحة في شوارع تكسوها أثر البؤس، وتتجاهل هذا النوع من التحديات التي تطال مظاهر الحياة وتلك التي تعصف بآخر البنى التحتية للخدمات الصحية المنهارة في البلاد.